طبعا نجرب ايضا من خلف الحاجز. السلام عليكم، معكم امين من شركه جولدن ديتكتور في ابو ظبي، الشركه المختصه باجهزه الكشف عن الذهب والمعادن والمياه الجوفيه والانظمه الامنيه. فيديو جديد، واليوم معنا احد اكثر الاجهزه اللي عليه اسئله من العملاء والمتابعين، النسخه الجديده من مصنع لورنز الالماني بجهاز لورنز ديب ماك زد 2، واللي تميز عن نسخته الاولى من نفس المصنع بالزد 1 بنظام اسهل بالمراحل وعمليه بحث سلسه ومستقره على المستخدم لتجربه جهاز بمنتهى الاحترافيه. ولكن شو هو اهم شيء انا كمستخدم لازم اعرفه قبل البدء بالبحث بهذا الجهاز؟ هو بالتأكيد البرمجة الصحيحة، واللي بتعتمد على عوامل كثيرة. أهم هذه العوامل طبعا نوع الأهداف اللي برغب بالبحث عنها بهذا الجهاز، وهذا طبعا بقرره من معرفتي السابقة بالمنطقة والأهداف المحتملة بهذه المنطقة. وعلى العموم ما بنطول عليكم، بإذن الله خليكم معانا نستعرض لكم إكسسوارات الجهاز وشرح مبسط على الإعدادات وخيارات الجهاز. طبعا الجهاز فيه خيارات واسعة جدا ليتلائم مع احتياجات أي منقب، طبيعة التربة الموجود فيها، وإن شاء الله بنهاية الفيديو بنعمل لكم تجربة بسيطة على الجهاز. خليكم معانا وتابعوا الفيديو للآخر. ننتقل معكم لأكسسوارات الجهاز. بداية عندنا الوحدة الرئيسية للزد 2، طبعا اختلفت عن الوحدة الرئيسية بالزد 1 ببطارية داخلية داخل الوحدة الرئيسية، أيضا مثبتة على حزام حمل الجهاز. وعندنا أيضا قرص الدبل دي بقياس 35 سنتيمتر، هذا يعتبر القرص الصغير للجهاز. عندنا أيضا سماعات بانوسونيك، ذراع الجهاز، العصا الخاصة بتركيب القرص، وعندنا أيضا القرص متر في متر داخل هذه الحقيبة بيكون، وجميع أكسسوارات تركيب الجهاز أو حمل الجهاز على الرقبة، حمل الوحدة الرئيسية طبعا، وأيضا شاحن الجهاز. هذه كانت جميع أكسسوارات اللورنز زد 2. خليكم معانا نشرح لكم الإعدادات بشكل مبسط بإذن الله لداخل الشاشة الرئيسية، وإن شاء الله بنعمل تجربة بسيطة عن الجهاز. خليكم معنا. وهذه هي الوحدة الرئيسية لجهاز اللورنز زد 2. الآن بإذن الله بنشغلها أمامكم ونشرح لكم بشكل مختصر بعض الإعدادات والضبط الموجود بالوحدة الرئيسية. طبعا بداية طريقة تشغيل الوحدة الرئيسية بتتم عن طريق ضغط زر المنيو مع الأوف بشكل مستمر بهذا الشكل، الجهاز بيكون اشتغل. طبعا هذه جميع الاعدادات والخيارات الموجودة بالجهاز في الاسفل. عندنا ايضا هذه مستوى الاشارة عند التقاط بعض الاهداف او المعادن، وايضا مستوى اشارة او شحن البطارية. الانتقال الى الاعدادات بيتم عن طريق الضغط على زر منيو. ننتقل لكل اعداد واللي بعده عن طريق الضغط باستمرار. وطبعا الزيرو او الاوف بيزيد الاعداد او بنقص، مثلا على سبيل المثال ممكن نزيد للتو او ننزل للوان عن طريق الزر الموجود بالاسفل. بداية اول اعداد واهم اعداد موجود باللورنز زد 2، واللي هو يعتبر نمط البحث الموجود بالجهاز، عندنا الدي اي ال وايضا عندنا الجي ال دي. طبعا الدي اي ال من 1 لـ 4، جي ان دي من 1 لـ 6، ولكن جي ان دي 6 خاص فقط بالدبل دي كويل او القرص الخاص بالدبل دي. طبعا دي اي ال 1 ودي اي ال 2، دي اي ال 1 ودي اي ال 2 هي خاصة بالقطع الكبيرة، الجهاز بيعطيك اعلى حساسية للقطع الكبيرة بحيث يجيب لك العمق الاكبر للقطع الكبيرة. اما بما يخص دي اي ال 3 ودي اي ال 4 هي للقطع الصغيرة. ننتقل ايضا الى الجي ال دي. جي ال دي 1 بيعطيك الجهاز حساسية عالية للقطع الكبيرة، الجي ال دي 2 الجهاز بيعطيك حساسية اكبر للقطع الصغيرة مثل العملات المعدنية او الذهب الخام. الجي ال دي 3 الجهاز بيجمع ما بين الجي ال دي 1 و 2 بحيث يعطيك حساسية للقطع الكبيرة وايضا الصغيرة بنظام واحد واللي هو جي ال دي 3. الجي ال دي 4 خاص بالقطع الصغيرة جدا مثل الذهب الخام او بعض المجوهرات الصغيرة، الجهاز بترتفع حساسيته جدا، ممكن يخف العمق ولكن ترتفع الحساسية جدا بحيث الجهاز يعطيك اعلى حساسية للقطع الصغيرة. جي ال دي 5 هو ما بين الجي ال دي 1 والجي ال دي 4، طبعا بيجمع ما بينهم الاثنين بحيث الجهاز بيكون بيركز ايضا على القطع الكبيرة وبيعطيك حساسية القطع الصغيرة.
عندنا أيضا GLD6 ولكن حاليا مش موجود لأنه مش شابكين عليه قرص الدبل دي. طبعا GLD أو GND6 بيكون خاص بجميع أنواع المعادن بشكل عام، ما بيشتغل معاك إلا لما تركب عليه الدبل دي كويل، لما تركب على الجهاز الدبل دي كويل. ننتقل أيضا للفلتر، وهذا خاص بإزالة التشويش الصادر من خطوط الكهرباء الموجودة بالمنطقة أو إشارات الراديو. طبعا من صفر، يبدأ من صفر إلى مستوى 5 أعلى شيء للفلتر رقم 5. طبعا 0 بدون أي فلتر، 5 بيكون فلتر عالي. طبعا بالقرص الدبل دي أو القرص الصغير يرجح استخدام 0 أو 1، لأنه بالدبل دي بيكون أساسا المساحة السطحية للقرص صغيرة، فبيغطي منطقة صغيرة من الأرض، فما بيحدث للجهاز تشويش كبير. ولكن عند استخدام قرص كبير اللي هو متر في متر، يفضل استخدام 3 أو 4 أو 5 على حسب مستوى التشويش الموجود عندك في المنطقة. ننتقل حاليا للخيار الثالث الموجود في الإعدادات بما يسمى أوتو. طبعا هذا الأوتو خاص بمعايرة الآلية للجهاز عند تغيير، عند أي تغيير مفاجئ بنوع التربة الموجودة عندك. طبعا من 0 إلى 5، 0 بدون أي تغيير آلي، 5 تغيير آلي سريع واستجابة لأي تغير مفاجئ بنوع التربة بيتعرض له الجهاز. طبعا ممكن نحن نختار 1، ولكن لما نحن نزيد التغيير الآلي للجهاز بيبدأ الجهاز لازم يكون نحن بنمشي بشكل بطيء جدا، وعملية البحث لازم تكون بطيئة حتى الجهاز يبدأ يتبرمج مباشرة على أي نوع من أنواع التربة حدث له تغير أثناء البحث. فبالتالي إذا كان من المرجح أن تكون التربة عندنا معتدلة وما فيها أي تغيير مفاجئ، اختيار 0 أو 1 بحيث الجهاز يكون مستقر لأقصى درجة ممكنة. طبعا بالأطباق الكبيرة أو الطبق المتر في متر بيفضل دائما استخدام أوتو على 0 حتى ما يتأثر الجهاز بشكل التغيير المفاجئ ويفقد الجهاز حساسية القرص الكبير. ننتقل ايضا لحساسية الجهاز السنسيتيفيتي من 1 إلى 5. طبعا 1 مستوى حساسية خفيف، 5 اعلى مستوى للحساسية في اللورنز Z2. طبعا يفضل استخدامها لأقصى حد لغاية ما يكون الجهاز مستقر عندك. اذا كان الجهاز مستقر على 5 بيكون ممتاز، بامكانك تستخدمها على 5. ايضا عندنا الفوليوم او مستوى الصوت من 1 إلى 9 او من 0 إلى 9. 0 الجهاز بيكون سايلنت، بيكتم الجهاز بشكل كامل، و9 اعلى مستوى للصوت موجود بالجهاز. ننتقل ايضا للدي لوج. طبعا هذا الخيار خاص بتجميع معلومات عن مكان البحث لانشاء خريطة حرارية عنه او صورة بالوان. هذا بيكون عن طريق طبعا USB خارجية او سوفتوير خارجي خاص بالجهاز، بامكانك تشتريه بشكل اضافي مع الجهاز. طبعا ايضا بيكون بس لما تركب الطبق الكبير المتر في متر، الجهاز بياخذ بعض البيانات عن المكان اللي انت بحثته، وامكانك تنقل المعلومات على كمبيوتر خارجي حتى يعطيك بعض الاهداف او اماكن بعض الاهداف. ننتقل ايضا للترددات او الفريكوينسي. طبعا الفريكوينسي هو تعديل لغاية سماع، نبدأ نعدل بالفريكوينسي لغاية سماع صوت منتظم. طبعا هاي إلى علاقة بالتشويش الأرضي، بيتم تعديلها قبل الفلتر. هذا هو الفلتر اللي حكينا عليه اللي بيتم تعديله بناء على التشويش الهوائي. بنعدل الفلتر أو الفريكوينسي أولا، بعدين بننتقل للفلتر وبنبدأ نعدل فيه لغاية ما يكون الجهاز مستقر عندنا. ننتقل ايضا للاوديو. طبعا الاوديو هذه خاصة بالطنين المستمر او الثريشهولد مثل ما بيسموها اجهزة سابقة كثير. الثريشهولد ممتاز جدا باي جهاز، بيزيد حساسية الجهاز، بيزيد امكانية سماع تنبيه عند وجود معدن او وجود هدف من الجهاز. طبعا الثريشهولد من -9 بيبدأ بهذا الجهاز لغاية -9، -9 بدون threshold نهائيا، -9 بيكون عالي جدا. طبعا يفضل يعني استخدامه من 0 إلى 3 أو 4 يعني كحد أقصى، -3 أو -2 بيكون ممتاز جدا، أو حتى -4 على حسب رغبة المستخدم، أو أيضا على حسب بعض الأحيان بيكون threshold خاص بالأحجام الأهداف اللي أنت تتوقع وجودها بهذه المنطقة. الأحجام الصغيرة تحتاج threshold أعلى شوي من الأحجام الكبيرة. الأحجام الكبيرة بتكون إشارتها قوية على الجهاز،
فبتكون التنبيه أو بيكون التنبيه أو الصوت الصادر من الجهاز مسموع وبإمكانك يعني تميزه مباشرة. وعندنا أيضا ننتقل لإضاءة الشاشة، بإمكاننا تعديل إضاءة الشاشة. طبعا هذه إضاءة الشاشة بتعدل أو بتأثر بمستوى استخدام البطارية، لما نرفع مستوى الشاشة أو إضاءة الشاشة لأعلى حد البطارية واستهلاك البطارية بيكون أكبر. وعندنا أيضا مستوى الصوت بالاعتماد على نوع المعدن، طبعا هذا كل رقم 1 و2 و3 كل رقم بيعطيك نغمة معينة. طبعا يفضل دائما استخدام نغمة واحدة وعدم تغيير النغمة بشكل مستمر، بحيث انت تتعود على هذه النغمة ويكون عندك يعني انتباه لأي هدف أو أي تنبيه بيعطيك يا الجهاز. والآن بشرح لكم طبعا كيف بتتم عملية المعايرة الأرضية لجهاز Z2 باستخدام طبعا الدبل دي كويل قياس 35 سنتيمتر. بداية بنرفع القرص على مسافة 1 متر من سطح الأرض، طبعا بنتأكد من أنه المنطقة اللي احنا موجودين فيها بعملية المعايرة خالية من أي نوع من أنواع المعادن، سواء كان الأهداف أو الفضلات المعدنية أو شذرات الحديد. نرفع القرص على مسافة متر عن سطح الأرض، ونضغط باستمرار على ضغطة الزيرو أو الضغطة الموجودة في أعلى الشاشة الرئيسية. جهاز الآن الجهاز طلب منا أن ننزل القرص الأسفل ونضغط مرة ثانية، طبعا نبدأ بتحريك القرص بشكل خفيف ونضغط على زيرو. الآن الجهاز تمت عملية المعايرة الأرضية للجهاز. طبعا هذا الصوت التشويش الناتج عن المعادن الموجودة عندنا داخل المعرض. الآن طبعا بنجرب الجهاز عندكم على قطعة ذهب وعلى قطعة حديد، ونشوف هل الجهاز بيعطينا تمييز أو أي نوع من أنواع التمييز عند اختلاف أنواع المعادن. خليكم معانا وتابعوا الفيديو للآخر. بننتقل حاليا معاكم للجزء الأخير من هذا الفيديو، ومنجرب الجهاز Z2 على قسوارة الذهب وقطعة الحديد. طبعا جهاز Z2 ما في عزل للحديد، ولكن في تمييز للحديد عن طريق الشاشة الرئيسية. عند استشعار أي معدن قابل للصدأ مثل الحديد أو المعادن الغير ثمينة، الجهاز بيعطيك إشارة الفيرس ميتلز. والجهاز عند المعادن الثمينة مثل الذهب والمعادن الغير قابل للصدأ بيعطيك نون فيرس ميتلز على الشاشة الرئيسية، ولكن ما في إلغاء لصوت الحديد. طبعا نجرب أيضا من خلف الحاجز. هذا كان جهاز اللورنس Z2، بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. عند أي طلب أو استفسار بإمكانكم تتواصلوا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو تزوروا موقعنا الإلكتروني.